ماذا قال جوارديولا المدرب الأسباني الكبير ومدرب مانشستر سيتي عن المنتخب المغربي بعد الفوز التاريخي والأسطوري والناري والعظيم والروعة للمنتخب المغربي على الماتادور الأسباني وصعود أسود الأطلس لأول مرة في تاريخهم إلى الدور ربع النهائي؟ ما زال الحلم نتمناه أن تفوز الأسود بالمونديال، والخطوة اليوم خطوة كبيرة جدا نحو تحقيق الهدف. جوارديولا في تصريحات لصحيفة ذا صن البريطانية الآن أكد أنه مندهش تماما من الأداء العظيم الذي يقدمه المنتخب المغربي منذ بداية البطولة، وبالتحديد الروح القتالية التي ظهرت اليوم أمام منتخب أسبانيا. أيضا أشاد جوارديولا بلاعبي المنتخب المغربي كاملين، ولكن أخص بالذكر سفيان إمرابط وكذلك ياسين بونو والدور العظيم له في ضربات الجزاء الترجيحية، وكذلك أشاد بالدور التكتيكي العظيم لحكيم زياش، وأكد بأن زياش تطور دفاعيا بشكل كبير جدا في هذا المونديال. أيضا جوارديولا أكد أنه كأسباني كان يتمنى فوز المنتخب الأسباني بلاده طبعا، ولكن جوارديولا أكد أن ده ما يمنعش أنه يعترف بأن صعد من يستحق، فاز الأفضل، فاز من يستحق الصعود إلى الدور ربع النهائي، ألا وهو المنتخب المغربي العظيم. في نهاية الأمر توقع جوارديولا أن ربع النهائي يكون بين المغرب والبرتغال، اللي جوارديولا توقع أنها تستطيع تفوز على سويسرا، وجوارديولا أكد أن المغرب تستطيع الصعود لنصف النهائي بالفوز على البرتغال في ربع النهائي.